نقولوا انسانه اللي كنتمنى نطلقها ونتمنى انها تلقى امها في داك النهار كبير. فانا كنهدي ليها الدبلومات ديالي وكنقول لها استمري وما تحاوليش تهبطي يديك، ان شاء الله المغاربه كلهم معاك، وان شاء الله الفرحه الكبيره هي نهار تلقاي الام ديالك. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد اليوم في حفل تخرج من أكاديمية كاريزما أدفايس. مشاهدينا الكرام، اليوم معنا ابتسام. عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها اللي تنور رأي العام أكثر في الموضوع، كان العنوان ديالها في الفيديو اللي وضعناه معها، من الفقر إلى الملايين. شابة طموح وامرأة حديدية في الموضوع، كان الهدف الأسمى ديالها أنه تمشي لديار المهجر. مشات لألمانيا، كملت الدراسة، مشات لمجال صح بحكم أنه هي علمية بشكل كبير. وصلت أنه اخذت الدبلومات في الطيران، ولكن كان لها رأي آخر. كان عندها واحد الخصاص كما قالت لي في العنوان السابق، قالت لي جثة بدون روح، والروح ديالها هو الروح الوطنية. حاولت ما أمكن بالتنسيق مع الزوج قبل الوفاة ديالو الله يرحمه، أنه فاجأته بمشروع يتعلق بهادشي ديال الكوسميتيك. هنا بدات قاعدة، الهدف عندها في الموضوع هو المساهمة مع الشباب، عمل جماعي تطوعي، الهدف فيه بلورة شركة من أجل ضخ اقتصاد قوي والبحث عن الرزق للشباب والشابات. بدات هاد الخطوات، وضعنا معها الفيديو، اتصلوا بها مغاربة اللي محتاجين الفرصة ديال الشغل، استجبت لهم، تواصلت معهم. مشاهدينا الكرام، ابتسام صاحبة شركة فيرونا كوسميتيك الآن وصلت من تكوين لا يكفي، ولا زالت تتوج ولا زالت تبحث عن العلم. غادي نشوفوا حيتية القضية والتشويق مع ابتسام. ابتسام، جيتي اليوم خديتي ديبلوم، درتي عرض ممتاز رائع بشهادة أساتذة كبار، عدد الناس كانوا كيصفقوا لك، كان عندك الإلقاء حول الإقناع. شنو هو الهدف ديالك في الموضوع؟ الهدف ديالي في هذا الموضوع هذا، ولا بصفة عامة، أنا جيت نقرا هذا لايف كوتش، وقريت حتى خديت واحد جوج ديبلومات، أول حاجة ديال لايف كوتش وتدريب متدربين. كما كتعرف اليوم في الحياة كنحتاج، أي واحد محتاج هو في حياته لايف كوتش، مع وليداته، مع الناس اللي كنخدم معاهم، مع حتى في الشركة ديالي محتاجين حنايا هاد الطاقة هذه، لأن ما كتشوف هو المستقبل دابا هو ديال هاد لايف كوتش، لأن كيزيد بك القدام، كيخليك كيفاش تتعامل مع الناس، كيفاش تخرجهم من 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 واحد المشاكل ديالهم. والحمد لله هذا المجال هذا لقيت فيه راسي، بحكم انني في الشركه ديالي عندي بزاف الناس ولا النساء متدمرين، ما كيتيقوش في الحلم ديالهم، ما كيتيقوش في راسهم، وفي حين حنا في هذا لايف كوتش كنجبدوا لهم ديك الطاقه الدفينه ديالهم، ان اي واحد عنده واحد الطاقه اللي خصو غير يخرجها، يعني امكانياته عنده، حنايا كنوصلوا انه يلمس هذيك الامكانيه ديالو. هادشي اللي عجبني في هاد اللايف كوتش، ومن خلال اللايف كوتش لقيت حتى الذات ديالي. انا اول حاجه جيت على راسي، والحمد لله من اللايف كوتش مشيت تدريب متدربين وتوفقت. وانا خاصني كنصح اي واحد انه دائما يزيد يبحث في راسه، لان في راسه كاين بزاف ما يتقال. نعم، عندي معك سؤالين. الاول هو الفيديو السابق كان العنوان ديالو من الفقر الملايين طموحه، اتصلوا بك نساء رجال ساعدتيهم انضموا للشركه ديالك، يعني بلورت اهداف سوق الشغل، وانت كتنتعشي اكثر ملي كتشوفي دوك الناس من شيء، من لا شيء لشيء، يعني شي حاجه مهمه. كيفاش كان التواصل ديالك مع المغاربه، وفين وصلوا هاد الناس اللي التحقوا بك؟ لانه الفيديو اعتقد كنا وضعنا حوالي شي 6 اشهر باش داز، فين وصلت العلاقه ديالك بهاد الناس؟ الحمد لله هذاك الفيديو بعدا عطاني طاقة كبيرة، لأن بزاف الناس كما قلت لك، بزاف الناس اتصلوا بيا، وبزاف الناس يعني حسوا بي أنني مرأة قوية، وبأنني واحد المرأة اللي ساهمت في بزاف العائلات عندهم ظروفي، وكيعيطوا لي كتقول لي أنا ميت لي راجلي، أنا مطلقة، أنا راجلي كاين وما كاينش. الحمد لله لأنك عطيتيهم طاقة. وكما كنقول لك، حتى هاد القراية هذا هو الشيء اللي خلاني أنا نستمر ونقرا، باش لأن بارفوا الكلمة الزوينة راه هي كل شيء. انك تعاون واحد ماشي غير ماديا، كتعاونو حتى معنويا، تعاونو باش هو يبقى يعاون راسو.
هذه هي الفكره ديالي انايا وبغيت نستمر. فالموضوع ديالي كان اليوم هو الاقناع، يعني كيفاش انت يعني كما قلت لك الاقناع هو واحد الشيء اللي هو مهم وكيمارسو اي واحد في الحياه. وانا الخدمه ديالي في الحياه في هذا فيرونا هو انني كنقنع، ماشي كنقنع بالمنتوج ديالي انه زوين، انا المنتوج ديالي ضيجه زوين وكل شيء، ولكن كنقنع اي نساء في اي مجال انها تكون ديرو تستمر فيه، ماشي بالضروره تخدم معايا انا، وانما انا حتى فاش كنكون نهضر معاها كنساعدها انها تلقى الذات ديالها وتخدم في داكشي اللي كتبغيه، يعني ماشي غير عندي انا، بلا ما يكونش اناني. يعني العطاء خاصو يكون واحد العطاء من القلب، ماشي الربح مالي، خاصنا ندوي حتى رصيد مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو المجال ديالي وهذا الشيء علاش كنربح. توفيق، عندي معك سؤال اخير. واحد الحاجه قلتيها لي وقلتي لي ما غنقولش غنفاجئك. الان ملي كنتو كتبريباري وكتقراو يعني مده، اليوم خص يكون العرض، قلتي لي حاولت ما امكن انني العرض ديالي قدمته بهذه الكلمه اللي قلنا ديال الاقناع، وقدمتي من شي فيديو شفتيه في مغرب نيوز، غادي تشرحي لي حيتيات هذه القصه كيفاش؟ فوالا، بما انني انا من المتبعين المرخصين المتبعين ديالك، انا اخر حاجه شفتها هي ديك الاخت ايمان، كيفاش الاصرار ديالها، كيفاش هي بنت ما شافتش الام ديالها 26 سنه، ورغم ذلك يعني راجعه باغا تلقاها، وفي الطريق ديالها بزاف الامهات اللي لقاو الابناء ديالهم، وقدرت تقنع بزاف العيالات يعني خرجوا ويقولوا حنا عندنا بناتنا باغي نقلبوا عليهم، يعني شوف الكلمه كيفاش كتوصل. وانا هذاك لانها قنعات المغاربه كاملين باش يقلبوا لها على الام ديالها، فهذا كانت واحد كان واحد كما كنقولوا عطاني واحد هو طاقه ايجابيه، هو كان العنوان ديال الالقاء ديالي او الموضوع ديالي هو الاقناع. بالنسبه لي الاقناع هو كيفاش تقنع الاخر، حيت ماشي الاقناع ماشي هو البيع والشراء، انك تقنع الاخر تبيع لي الفكره ديالك، كيفاش هي قنعات الجمهور والمغاربه كاملين انهم يساندوها ويكونوا معها، وقنعات امهات اخرين اللي كانوا ناعسين وناضوا كيقلبوا على الوالدين ديالهم والحمد لله على بناتهم ولا على اولادهم. هذوك الامهات عن طريقها انا متبعه انه لقاو الامهات ديالهم، وهي مسكينه باقا ما لقاش الام ديالها، وهذا خير خير. دوك الفيديوهات شوف هي كتقلب على امها فوالا الوضع الصحي ديالها. وانا بزمه بهذه المناسبه هذه كنقول ايمان برافو عليك، وانت انسانه قويه، والقوه راه ما كتجيش الجسد إمام، كتجي من الداخل كما كنقولوا. انسانه اللي كنتمنى نتلاقاها ونتمنى انها تلقى امها وهذاك النهار كبير، فانا كنهدي لها الدبلومات ديالي وكنقول لها استمري وما تحاوليش تهبطي يديك، ان شاء الله المغاربه كلهم معاك، وان شاء الله الفرحه الكبيره هي نهار تلقاي الام ديالك. انا اش غادي نقول لك؟ غادي نقول لك بانه ايمان ولات كنز، جوج النساء لقاو بناتهم، انت على الطريق ديالها وبهذ الافكار ديالها وبهذ الطريقه التلقائيه ديالها قدرتي توصلي لدبلوم حتى انت، ودبلوم راه مستوى عالي ودولي، هذا شيء جميل. اخر الكلمه اللي غنقول لك هو عندك القناه في اليوتيوب اللي بديتي كتواصلي فيها مع الناس وفيها حتى الامور اللي كنا دوزنا معك، اسم القناه؟ القناه ديالي سميتها فيرونا كوسميتيك ماروك، وكنتمنى الناس انهم يتابعوني فيها. حاليا حطيت في هذوك الفيديو اللي كنت قمت بهم معك حطمت فيهم، ولكن من بعد غيكون فيهم بزاف على المال والجمال، وكنتمنى ان النساء يتبعونا، وغيكون فيها حتى شي محاور اللي غادي نشجع بهم كاع الناس، وغادي يكونوا غيكون واحد المحاور مهمه جدا جدا ان شاء الله. بغيت من عندك ختم بسيط، لان غنوضعوا رقم الهاتف ديالك وغيتواصلوا معك المغاربه ذكورا واناث، وهذا هو دورنا، يعني شي حاجه اللي فيها الافاده الولوج لسوق الشغل. كيفاش غادي تعطيني شي رساله للمغربيات وغادي يتواصلوا معاك في رونا، وكما تعاملوا معك ناس اللي كانوا من بعد وكل شيء تشكرك الحمد لله وتعاملتي معهم وساعدتيهم في البدايه ديالهم، يعني من اصعب الاشياء هي المراحل الاوليه، عاد كيكون الاستقرار بطبيعه الحال. يعني الرساله ديالك لهاد الناس ذكورا واناث اللي غادي ينتسقوا معاك، كيفاش يكونوا معك في الشركه ديالك في رونا ويدخلوا سوق الشغل ويعيشوا استقرار، وهذا شيء ان ما نفتقره. كما كنقول لك اليد وحده ما كتصفخش، كما انا كما انا حنا محتاجين لبعضياتنا في هذا المغرب هذا، ولا محتاجين بعضياتنا في هذه الارض هذه. فلهذا الى الناس اي واحد عنده واحد المساعده كيقدمها الاخر، انا اي واحد غادي يدخل عندي قدر نتقدم لي مساعده، سواء عندي في فيرونا، سواء انني نعطي واحد النصيحه الى عندي انايا دخل عندي القناه ديالي بطبيعه الحال ولا عيط ليا، فانا بالدور ديالي اي سواء الرجال سواء النساء يعني عندهم مكان انهم يخدموا معايا وينتقلوا لفيرونا مرحبا بهم، سواء بغاو شي نصائح غادي يكون
من الدور ديالي انني ننصحهم كيفاش يستمروا في الحياه، حيت بعض بارفوا حتى الكلمه الطيبه راها مساعده، ان واحد غير كيشكرك راها مساعده. حنا هنايا ماشي غير باش يدخلوا عندي في فيرونا شي حاجه، انا كنساعد كل شيء على قدر المستطاع. كنتمنى لك التوفيق ومزيد من العطاء ان شاء الله، وهنيئا لك بهذا الدبلوم اللي هو الان مابقاش ديالك ديال ايمان 26 سنه. مشاهدينا الكرام، صراحه ايمان 26 سنه قصه القمه في الغرابه، وانتم بطبيعه الحال متبعينها معنا، ولكم الشكر الجزيل في الموضوع. مشاهدينا الكرام، ايمان 26 سنه كما قلت في السابق، الله عز وجل صاحب القرار، وهي السبب بجوج النساء لقاو وليد بناتهم، وكذلك أستاذ اللي كتبريباري كتهيئ في موضوع مهم، اختارت قصة إيمان، وهذا شيء يتلجج الصدر، كما أنها عما قريب غادي تلقى بها وغادي نوضعكم أكثر في الصورة. وفي نفس الوقت كتقول لك أنا بهذا العرض ديالها قدرت نتوفق، وكانت اليوم بمستوى عالي أمام أساتذة كبار فيما يخص العرض اللي قدمات. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع دور ديال الأخت ابتسام أنها تساعد شباب وشابات ولوج العمل المشرف بطبيعة الحال اللي كيطمح ليه أي إنسان. القناة ديالها كما قالت لي هي فيرونا كوسميتيك ماروك، وغنوضع رقم الهاتف ديالها وغتقدر توسع معكم أكثر في الموضوع. والهدف الأسمى في الموضوع اللي كيهمني بشكل كبير هو تقديم إضافة للشباب للولوج لسوق الشغل. لما لا، كما وضعنا الفيديو السابق حوالي 6 أشهر عدد كبير من المغاربة تفاعلوا مع الموضوع ونسقوا معها، وهي الآن أمام الملأ وكتشوفوا الوجه ديالها كتقول لكم بأنه شيء طيب أنه دوك النساء يصنعوا القرار اللي تواصلوا معها، وهذا شيء يثلج الصدر. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع لمن هذه المواضيع، وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيتيات قضية اللقاء ديال إيمان 26 سنة بابتسام فيرونا. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.